انا دكتور زكريا كنعان كوزمتيك دنتست بفي اي بي كلينيك. سعدنا نستقبلكم عشان نقدم لكم كل خدمات طب الاسنان بفي اي بي كلينيك. اكثر شيء الفينيرز بنروح فيها صوب العالم كثير كثير اللون مش مزبوط ما حيزبط بالتبييض ولا باي طريقه، في تشققات، بكون في مثلا الطول مش مزبوط، الحجم مش مزبوط، الشكل مش حلو، بنروح صوب الفينيرز اكثر. شائع عنا بالدول العربية انه لازم الفينيرز تكون بياض التلج، يعني ممكن هذا شيء كتير غلط لانه كتير ببينوا فيك. احنا الهوليوود سمايل اصلا مفروض تكون شيء كتير ناتشرال، يعني الشخص الاشقر ما فيك تحط له نفس اللون اللي حاطه لشاب اسمر مثلا، ما فيك تحط لون ابيض فاقع لحدا كتير اسمر. احنا طبعا بالدول العربية كلنا يعني حمطي اسمر ما في ابيض.